دكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام كلية طب جامعة أسيوط. الرسالة المرة دي أنا موجهها للزملاء الأطباء الشبان. الحقيقة يجب أن يعلم جميع الأطباء إن الأورام أصبحت مهمة جدا، الكشف المبكر للأورام أصبح مهم جدا. للأسف إحنا ما بندرسش الأورام في الكلية، من المعتبر دي من مواد التخصص الصعب جدا تدرس. إنما المطلوب من كل طبيب أسرة أو كل طبيب في الوحدة الصحية أو طبيب إن هو يعني يحاول إن هو يجتهد شوية في الفحوصات للمرضى. حالات الثدي اللي بيجي لنا متأخرة جدا وبتكون ليها شهر وشهرين وثلاثة بتتعالج، وبتعالج على أساس إن هي إما مثلا تجمع أو خبطة أو خراج موجود، ويقعد الزميل الطبيب يعالج فيها وما يفكرش يعمل لها أشعة تلفزيونية على الصدر أو يعمل لها ماموجرافي. اللي أصبح كل الناس حتى المريض نفسه والناس العامة عامة الناس هم اللي بيطلبوا إن يعملوا الحاجات دي. أنا ما انتظرش، أنا أول حاجة من مصلحتي أنا كطبيب إن أنا اكسكلود أمنع أو استبعد الأمراض من إن أنا أعالج الأمراض. العلاج ده سيبه لنا، العيان هيجي لنا، بس إحنا عايزين من حضرتك إنك أنت تكتشف الحالة بدري وتجيبها لنا. كل ما تكتشفها بدري كل ما هتريحنا إحنا أكتر، كل ما هتوفر على العيان فلوس كتير أوي في العلاج، كل ما هتوفر على العيان فحوصات. لما يجي لك العيان عنده كانسر في القولون في المستقيم وانت عمال تعالج فيه مده طويله جدا على اساس انها بواسير او شرخ او حاجات من دي، وانت ما فكرتش مثلا تعمله منظار. طب ليه؟ المنظار موجود وموجود في معظم المستشفيات، موجود في معظم المستوصفات، فاصبح ما عادش فيه مشكله. العيان اللي بيجي لك بالكح ده وانت عارف ان العيان ده بيشرب سجاير وبيشرب شيشه من 10 سنين و15 سنه، ليه نقعد نعالجه على اساس ان هو نمونيا والتهابات في الصدر ومش عارف حاجات في الرئه؟ طب ما نعمل له اكس راي، نعمل له اكس راي شيست ابدومينال، نعمل له اشعه مقطعيه. انت انفستيجيشن واحد بس هتعمله هتوفر على عيان كتير او مده علاج، وهتخليني اكتشف المرحله بدل ما هي في مرحله متبكت بدري هي مرحله متاخره. هتحمل البلد وهتحمل الناس وهتحمل العيان مصاريف طائله، وهتحرم العيان من فرصه الشفاء. فرصه الشفاء الوحيده من الاورام الاكتشاف المبكر. كل ما اكتشفنا المرض بدري كل ما كان فرصه الشفاء احسن. شكرا.